اللي عملناه المره الماضيه جينا قلنا بدي اخذ انا سكوير ويف وسكوير ويف احطها على الاندكتيف لود. هلا هون انا ما راح اعمل بالس ويف موديليشن، راح اخليها بيور سكوير ويف فول سكوير ويف. فانا بالبالس ويف موديليشن حاط الكارير فريكونسي هي نفس الاوتبوت فريكونسي، فمعناها انا مش عامل اي بالس ويف موديليشن. فلما نيجي نطلع الان هون راح تشوفوا انه انا حاطط نفس الكارير فريكونسي هي نفسها، هي 50 هرتز 50 هرتز، وحاطط موديليشن اندكس واحد. فاللي راح يطلع معي هو بيور سكوير ويف بدون اي بالس ويف موديليشن. خلينا اعمل له رن. هذا ايش عفوا؟ هذه 2009، انا لانه عندي الفايل اصلا من 2009، مفروض سهل عند لو بدكم تعملوا 2014 ما في حاجه حتى تاخذ بالس ويف موديليشن جنريت، تحطوا سكوير ويف. لانه هون حاطط بس 50 50، فيش كارير فريكونسي ما. فهون اذا بنطلع على هدول خلينا نعمل له اول شيء اوتو سكيل. هلا بتلاحظوا هاي المجنتا في البدايه بيطلع شوي معي هدول، بعدين بعد فتره بيختفوا. هي اتس سكوير ويف مظبوط، سكوير ويف وسيمتريكال مظبوط سيمتريكال. انا هي هون هيك وهذه هون. هلا كان هدفنا احنا المره الماضيه حسبنا الكرنت عن طريق الهارمونكس، حللنا السكوير ويف بالهارمونكس، بعدين طلعنا الامبيدنس على كل فريكونسي وحسبنا بعدين الكرنت. فهلا اذا بعمل هون زوم على هاي على الكرنت اللي هون، الكرنت هو هذا النقطه اللي هون، راح نلاحظ تقريبا هي عندي هي شكل الويف فورم واضح، وعم بيطلع معي من واحد من تقريبا من زائد واحد لناقص واحد 1 فولت 1 امبيرز بيك تو بيك. هلا اللي قارناه هلا قارنته الان، اخذنا بعث لي الفايل امبارح طارق وفي مجموعه طلاب ثانيين عملوها. هي هذه هون اجى عمل زي ما احنا حللنا المره الماضيه، اجى عمل اخذ كل واحده من هذول الكرنتس وحط الامبليتيود. هلا في فاكتور اوف 10 انا بعرفش وين جاي بين المثال هذاك اللي انا حطيته وهذا المثال، بس غير عدا عن الفاكتور اوف 10 في شيء بالمقاومه انا مغيره بالمقاومه، فعم بعطيني 10 تايمز ذا كرنت. بس هي هون تتذكروا اخذنا اللاجينج، كل واحده منهم طلعت لاجينج، والفريكونسي تبعتها كانت 50، فلما حسبنا الامبيدنس حسبناه على 50 هرتز، فطلع معي كرنت. فجمعنا هذا الكرنت للكرنت اللي هو من الهارمونيك الثالث، ما فيش عندي ايفن هارمونيكس، عندي كلهم بس اود، فهذا كانت زاويته اكبر ناقص 67 على 150 هرتز، والامبليتيود تبعه كان اصغر لانه بصير 1 على 3، 1 على 5، 1 على 7، 1 على 9. ونفس الشيء كمل بنفس الطريقه واخذ الخامس نفس الشيء، البيك امبليتيود مع الزاويه مع الفريكونسي طبعا حسب الامبيدنس على هاي الفريكونسي لحد الهارمونيك ال 13. هلا هون عم نضربهم في 1 اوم ريزيستر. هلا يمكن لو حولت هاي ل 10 تزبط القيم مع القيم اللي موجوده هناك. لا اذا حولتها ل 0.1 هلا بنعمل رن هون، احنا عم نقيس فولتج نيوميريكلي راح يكون مساوي للكرنت بس هو اليونتس مختلفه. إذا بتطلعوا الآن هون تقريبا نفس الماجنتيود. هلا ملاحظين في نهاية الويف فورم فوق في شوية ديستورشن، إيش سببه هذا؟ ما أخذ كل الهارمونيكس، لأنه ما أخذتش كل الهارمونيكس، لأنه أخذ لحد الهارمونيك ال 13. فإذا بنطلع على هاي الويف فورم تشبه إلى حد كبير الويف فورم الثانية اللي شفناها بالحالة الثانية، معناها إحنا توصلنا للحل بطريقتين، طبعا في طريقة ثالثة ممكن أحسبها زي ما كنتوا بتحسبوا بالسيركتس. ال ار سيركت، بحسب ال ار سيركت وباخذ الانيشال فاليو وبحسب شكل الويف فورم كيف رح تصير. هذا حساب طويل في 4 فيديوز عليه، طريقه ثالثه. بس الطريقه الاسهل هاي طريقه انا شايفها طريقه سهله جدا، فكرتها سهله جدا انه حللنا احنا الويف فورم. لو بدي احله مانيوالي طبعا، لو بدي احله بالسيم باور سيستمز، هي المثال الثاني واضح كان سهل جدا حله بهاي الطريقه. بس هون احنا توصلنا للحل بطريقتين مختلفتين. هاي الطريقه طريقه سهله بس اني اعمل سيميليشن، نعمل هون سيميليشن وطلع معنا الكرنت، وطبعا بدي استنى فتره لحد ما يعمل سيتلينج داون يختفي الترانزينتس. وهون احنا عملناه بطريقه مختلفه تماما، اجينا حللنا السكوير ويف فولتج فيش بالس ويف موديليشن، حسبنا الهارمونكس اللي موجوده بهذا الفولتج اللي هي الساينوسويدز على هارمونكس مختلفه على فريكونسيز مختلفه، حسبنا الامبيدنس تبع اللود، وبعدين حسبنا الهاي واستخدمنا السوبر بوزيشن. قلنا اذا كان عندي في فولتج له الفيرست هارمونيك سبب كرنت وجمعناهم، فطلع معنا نفس الشكل اللي طلع معنا بالحاله الثانيه. فهذا الشكل هو نفس
هذا الشكل اللي موجود هون.